بسم الله. النهارده هنشوف بلاتفورم او موقع على الانترنت تقدر ترفع عليه الموديل بتاعك وتبدا تشوف الكلاشات وتبدا توريه العميل. كل ده اونلاين. الموقع اسمه بيم تراك. اقولكم مثلا نفتح المشروع دوت، بتلاقي كل المشاكل، تقدر في اي وقت تفتح اي مشكله وتشوفها، تعرف التفاصيل بتاعتها وتقدر تقول له المشكله اتحلت ما اتحلتش، تقدر تبعت له كومنتات او تبعت له صور للمشكله. ممكن تشوف المبنى كله 3D موديل. هو بيقول لي الموديل ده متكون من كذا جزء، فهقول له فعل الجزء دوت. تقدر وانت على المتصفح عند العميل تقدر تشوف الموديل كل التفاصيل بتاعته بكافة الاصدارات اللي موجودة. ويبدا يديك تقارير بايه اللي بيحصل في الموديل، اذا كان في تطوير، اذا كان في مشاكل. ارشيف ممكن تحمل منه ادنس بحيث تضيفها للريفيت او نفس اوركس.